والله لا نتقاضى شيء من هذا. والله يا أخي محمد، أنا أتصل فيك على تلفون الخاص من أمريكا وسيكلفني من المبلغ ما يكلفني، والله على قلبي عسل، أعتبرها صدقة عند الله. ولا الأستاذ محمد صابر ولا أي شيخ سني يتقاضى ولو ثلث لإيصال الحقيقة، بل هو غيرة على دين الله، هي غيرة تأتي بالفطرة لمن لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب يا اياد، يا اياد عفوا على المقاطعه، يا اياد عفوا على المقاطعه، اتفضل. انا خسرت ما كسبتش من هذه الرساله. انا مذيع اخبار وازعم وادعي انني من اهم مذيعين الاخبار، لو رحت القنوات الكبرى زي الجزيره والعربيه والحدث والسكاي نيوز وغير ذلك، انا بقول لك كده بالك. لكن انا لم وافق ولم اتقدم لهذه القنوات عشان ما اسيبش الرساله بتاعتي، يبقى خسرت الكثير من الدولارات، مبالغ بياخدوها هؤلاء الزملاء مقابل ان انا افضل هنا. نعم. لكن هذه ليست خساره بالنسبه لي، هذا مكسب عشان اموت ويبقى عندي فيديوهات في الدفاع عن هذه الرساله وفي مجال هذه الرساله الناس تترحم عليا في قبري، هذا ما اريده، هذا مكسبي. والله يا انما بعد اذنك انا بس عشان عايز اضرب مثل، اضرب مثل يعني. مثلا واحده زي نجوى قاسم عملوا لها احتفاليه بتاع تأبين وبتاع، يوم حد فاكر من نجوى قاسم قعدت 20 سنه في قناه العربيه تاخد دولارات ما شاء الله تبارك الله وبقت مليونيره؟ ماذا يا نجوى بعد ان اصبحت مليونيره؟ ماذا قدمتي؟ كنت بتقدمي نشره اخبار ولا حاجه؟ ما هل احد يبحث عن فيديو لنجوى قاسم مذيعه الاخبار 20 سنه في العربيه؟ ابدا. لا والله. هل واحد يبحث عن فيديو لمذيع اخبار في قناه الجزيره بقاله 25 سنه؟ انا ابحث عنه ليه؟ لكن انا لانهم خدوا ملايين، خدوا ملايين من الدولارات وعاشوا في احسن الاماكن وفي افخم الاماكن والقصور والفلل والسيارات الفارهه، واخد بالك؟ انا خسرت كل هذا، وصل لك الفكره؟ لكن كسبت ان يترحم علي بعد وفاتي من خلال ما اقدم اليوم. قدموا لانفسكم،